بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين وعشاق قناة الإعلام الكبير عبد الناصر زيدان، تحية طيبة وبعد. مساء اليوم اندلعت أزمة كبيرة جدا بين جماهير نادي الزمالك وبين رئيس النادي. في مجموعة كبيرة من جماهير نادي الزمالك تجمعت أمام إحدى بوابات النادي وكانت ترغب في شراء تذاكر مباراة الزمالك وحسنة أغادير اللي هتقام غدا إن شاء الله بإياب دور الثمانية من البطولة الكونفدرالية. لكن رئيس النادي منع بيعلهم التذاكر رغم ان الامن موافق على حضور 10,000 وفي 10,000 تذكره اتطبعوا وتحدد سعرهم 10 جنيه و20 جنيه و50 جنيه، لكن رئيس نادي الزمالك رفض واقتصر ال 10,000 على اعضاء النادي ورفض يمنح الجماهير اي تذاكر او يبيع لهم اي تذاكر، والجماهير فضلت واقفه قدام البوابه اكثر من 4 ساعات. فطبعا ده مشهد مخزي جدا جدا لان نادي الزمالك شعبيته مستمره وقوته مستمره بجماهيره. الجماهير طبعا في النهايه لما لقيت رئيس النادي خد القرار ده وبلغ بيها مجموعه من افراد الامن راحوا قالوا لهم ان هم ينصرفوا ويمشوا من قدام البوابه وان ما فيش تذاكر ياخدوها وان التذاكر مقصوره فقط على اعضاء النادي وان الاذاعه الداخليه هتنادي دلوقتي على اعضاء النادي علشان يشتروا التذاكر ويركبوا حافلات من النادي يتوجهوا لملعب الجيش في السويس وان هم بس اللي هيحضروا المباراه. فالجماهير طبعا لما وصل لهم الكلام ده هتفت هتافات عدائيه عنيفه ضد رئيس النادي ووجهت له مجموعه من الهتافات العدائيه لان طبعا هي شافت ان بالقرار ده تحدي وتعنت وان هو كده بيحرمهم من مسانده فريقهم في مباراه مهمه زي مباراه الغد. طبعا احنا بنضم صوتنا لصوت الجماهير لان طبعا زي ما قلنا شعبيه نادي الزمالك وقوته موجوده بجماهيره وان جماهير نادي الزمالك هي اللي محافظه على شعبيته وعلى جماهيريته في الوطن العربي وفي العالم كله. عندنا برضو مستر جروس عقد مؤتمر صحفي خاص بالمباراة اتكلم فيه عن عودة فرجاني ساسي وقال ان هو سعيد جدا جدا بعودة فرجاني ساسي عفوا وان فرجاني ساسي هيكون موجود في تشكيل مباراة الغد والتشكيل متوقع لمباراة الغد مش هيختلف عن مباراة المصري. هيخرج منه محمود عبد العزيز ويكون موجود فرجاني ساسي وفي برضه بنسبه كبيره مؤشرات بتقول ان خالد بوطيب هيخرج وهيشارك مكانه عمر السعيد. مستر جروس قال ان هو سعيد جدا بعوده فرجاني وفرجاني هيكون موجود في مباراه الغد. برضه اتسال على ايمن حفني وهو قال ان ايمن حفني كان مصاب بس احنا عارفين ايمن حفني مش مصاب، ايمن حفني بيتدرب في الجيم لانه طبعا هو الراجل زعلان انه دايما خارج الحسابات وانه دايما خارج جميع المباريات سواء المحليه او القاريه وان اللاعب مش مصاب لكن اللاعب متضايق من عدم التقدير ومتضايق من بعده عن مشاركه عن المباريات وده اللي بيخليه دايما يفضل ان هو يتدرب تدريبات فرديه عشان يحافظ على مستواه البدني. برضو مستر جروس اتكلم على قوة الفريق المغربي وقال ان هو درسه كويس وعرف قوته كويس وقال ان الزمالك بكرة هيقدم مباراة كبيرة وهيحسم المباراة لصالحه وهيتأهل للدور قبل النهائي وان هدف الزمالك هو الفوز بالبطولة الكونفدرالية وقال المباراة المصري دي لن تؤثر على اللاعبين لان دي بطولة ودي بطولة وتم اغلاق مباراة المصري تماما وان اللعيبة تفكيرهم كله ان هم يقدموا مباراة كبيرة قدام حسنة اغادير وان هم يسجلوا يحرزوا المكسب ويسجلوا الفوز وان هم يتأهلوا للدور قبل النهائي. برضه هو شكر جماهير الزمالك على المسانده للفريق في الفتره الاخيره، كمان برضه شكرهم بقوه ان هم ساندوا الفريق بعد الخساره امام المصري وان هم مستمرين في مسانده الفريق ووعدهم ان الفريق هيكون عند حسن ظنهم وان هو هيحقق لهم النتائج اللي هم يرغبوها والنتائج اللي هم عايزينها والبطولات اللي بيرغبوا في الفوز بيها. متابعين وعشاق قناه الاستاذ عبد الناصر زيدان، أشكركم جدا على المتابعة وألتقيكم بإذن الله في فيديوهات جديدة. كان معكم الناقد الرياضي علاء حمام.